بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. تحل علينا نعمته وبركته من الان والى الابد امين. اقرا بنعمه المسيح جزء من رساله معلمنا بولس الرسول الى تلميذه تيميساوس في الرساله الثانيه الاصحاح الاول. في عدد 3 بيقول: اني اشكر الله الذي اعبده من اجدادي بضمير طاهر كما أذكرك بلا انقطاع في طلباتي ليلاً ونهاراً، مشتاقاً أن أراك ذاكراً دموعك لكي أمتلئ فرحاً، إذ أتذكر الإيمان العديم الرياء الذي فيك، الذي سكن أولاً في جدتك لوئيس وأمك أفنيكي، ولكني موقن أنه فيك أيضاً. فلهذا السبب أذكرك أن تضرم أيضاً موهبة الله التي فيك بوضع يدي، لأن الله لم يعطينا روح الفشل بل روح القوة والمحبة والنصح. نعمة الله الآب تكون مع جميعنا أمين. كل سنة وحضراتكم طيبين. قبل ما ابتدي التأمل وياكم، أحب أوجه التحية إلى قوتنا المسلحة في ذكرى انتصارات أكتوبر 73. تلك الأيام المجيدة الكبير فيكم يفتكرها، اللي ظهرت فيها المحبة الوطنية بأجمل صورها، وكان لها كل عوامل النجاح وعوامل الانتصار، وتعتبر أيام فخر وعزة بالنسبة لنا كلنا كمصريين. بنوجه التحية إلى القوات المسلحة، إلى كل القادة العظام في كل الأفرع، إلى كل الضباط، وإلى أيضاً صف الضباط وكل العاملين، ولا ننسى أيضاً كل الشهداء الذين قدموا دمائهم من أجل الوطن، ونذكر كل أحبائنا المصابين أو الذين أصيبوا أن يمن الله عليهم بالشفاء. أيضا بحب أنتهز الفرصة وأشكر الأسبوع اللي فات كنت في مرسى مطروح، وأحب أن أنا أبعث إليهم بشكر واجب ومحبة وتحية على محبتهم اللي شعرت بيها وأنا في هذه الزيارة. محافظة مرسى مطروح لم يزورها أحد من الأباء البطاركة قديما، دي كانت تعتبر أول زيارة. هناك تقابلنا مع السيد المحافظ اللواء علاء أبو زيد، وتقابلنا مع كل المسؤولين في كل المحافظة وأهلها الكرام. تقابلنا مع المسؤولين في القوات المسلحة وفي قوات الشرطة، المسؤولين في الجهات التنفيذية والتشريعية، مع السادة النواب. تقابلنا أيضا مع العمد والمشايخ وعوائل مرسى مطروح، ومع الأوقاف والأزهر والدعوة السلفية، وتقابلنا مع الجموع، مع الشباب، مع رابطة الشباب، وأيضا مع الأطفال. كانت الحقيقة ساعات، الزيارة كلها ما كملتش 24 ساعة على بعضها، لكن الحقيقة كان فيها محبة وعمل كبير، لدرجة في المؤتمر الشعبي اللي تم هناك وألقيت فيه كلمات طيبة جدا. كنت عمال أفكر أنا هقول إيه، هتكلم أقول إيه، قالوا كل الكلام الحلو، طب هقول إيه، وانتوا عارفين ببقى في الآخر خالص. فقلت إن إحنا الحقيقة دايما نور الوحدة الوطنية، الوحدة الوطنية، الوحدة الوطنية. أصل اللي قدامي ده مش وحدة وطنية، دي محبة وطنية. واعتبرت أن كلمة الوحدة الوطنية كلمة قاصرة وكلمة خلاص خلصت زمنها. نحن نعيش في محبة وطنية، نحب الوطن ونحب بعضنا بعضا ونحب خيراته، ونشكر الله الذي حبانا هذا الوطن مصر كوطن فريد في كل العالم. أنا بوجه التحية والمحبة
لكل أهل مطروح الكرام وإلى رجال الإعلام والصحافة وكل الذين تعبوا في إتمام هذه الزيارة الطيبة، والحقيقة ذكرياتها وسعادتها ومحبتهم وحفاوتهم باقية في قلوبنا. ولأول مرة أشهد هذه المحبة التي من القلب، وأحيانا يبقى فيه كلام يعني نقوله في المجتمعات وفي الاجتماعات العادية يبقى كلام لطيف وكل حاجة، لكن فيه كلام بيطلع من القلب. أنا أشهد أن السيد المحافظ هناك بث روح المواطنة والمساواة وروح المحبة والاحتضان للجميع، لدرجة من الحاجات اللي أثرتني جداً إن كتير وقفوا يقولوا إحنا مش بنسميك محافظ مطروح، إحنا بنسميك ابن مطروح. هو أصلاً مش من مطروح طبعاً، فإنهم يشعروا أن هذا الرجل سكن في قلوبهم، أحبهم وأحبوه وارتبطوا به، وتمت على أرض مطروح. مطروح بالمناسبة المحافظة رقم 2 في المساحة على مستوى مصر، الأولى الوادي الجديد، ومطروح هي التي تحرس الحدود الغربية لنا، ومطروح اللي تمت فيها مبادرة ناجحة لجمع جميع الأسلحة الغير المرخصة، ومطروح اللي بنشاط المسؤولين هناك والسيد المحافظ بيتم على أرضها مشروعات تنمية كبيرة، ومحافظة مطروح هي التي سوف تحتضن المحطة النووية في مدينة الضبعة اللي هتغذي مصر كلها بالطاقة. فبرسل التحية والمحبة وبأشكرهم كثيرا من كل قلبي. وإحنا مع بداية عام دراسي جديد وأيضا بدايات السنة القبطية الجديدة والسنة الهجرية الجديدة وأيضا ذكريات نصر أكتوبر المجيد، أحب أكلمكم عن هذه الآية: الله لم يعطينا روح الفشل بل روح القوة والمحبة والنصح. من الكلمات المزعجة في حياة الإنسان كلمة الفشل. كلنا كبشر هذه الكلمة مزعجة، ولا يود أي إنسان أن يكون له فشل، لا فشل في حياته العامة ولا فشل في دراسته ولا فشل في حياته الزوجية ولا فشل في حياته الرهبانية ولا فشل في حياته الاجتماعية. كلمة مكروهة وكلمة متعبة. ومن الكلمات التي إذا وصف بها إنسان تحطمه، لو قلنا على فلان ده فاشل كبير ولا صغير، يعني تصور كده أب عشان ابنه جاب نمرة ضعيفة ولا حاجة يقول له أنت فاشل، ده أنت بتحطمه. فهي كلمة تعبر عن أزمة كبيرة من أزمات الحياة، وفي كل موقع يمكن أن نجدها على مستوى الشعوب وعلى مستوى الأفراد، نجدها ونحن صغار ونجدها ونحن كبار، نجدها ونحن في مسؤوليات محدودة أو مسؤوليات كبيرة. كلمة مكروهة ولا يريدها الإنسان أن يسمعها أو يعيشها. ولكن يقولون العظيم يبني النجاح من النجاح، والأعظم يبني النجاح من الفشل. واحد لو فشل، لا قدر الله فشل في أي حاجة، الفشل ده مش النهاية، لكن ممكن يقوم ويكمل وينجح ويصير عظيما أو أعظم. أنا عايز أقول لك الفشل ده شكله إيه وبيجي إزاي، لأن الله لم يعطينا روح الفشل. ركز على الكلمة دي، الله لم يعطينا روح الفشل، دي روح. وكلمة روح هنا
يعني إحساس ينساب إلى داخل الإنسان. وممكن الإنسان ينساب له روح الفشل. ده أنت ممكن تقعد قدام برنامج في التلفزيون تصاب بروح الفشل بسبب الكلام اللي بيقولوه. وممكن تقعد قدام مدرس يصيبك بروح الفشل، أو أب أو أم أو معلم أو رئيس في المصلحة اللي بتشتغل فيها أو المكان اللي بتعمل فيه. وفي واحد تقعد وياه يعطيك حافز، يشجعك، يرفعك، يعطيك دفعة. وروح الفشل يا إخوتي الأحباء أمر مؤثر في حياة الشعوب، حياة الشعوب. طب ما إحنا في حرب يونيو سنة 67 اتهزمنا، بنسميها النكسة. لكن عظمة أكتوبر 73 إن روح الفشل لم تستمر، وانتصر الشعب والجيش على هذه الروح، فجاء الانتصار. ولذلك يا أحبائي أنا عايز أكلمك روح الفشل وبعض المواقف اللي عايز أشرحها لك في الكتاب المقدس بتحكي بعض المشاهد. يعني إيه فشل؟ أو صور الفشل. أول صورة عايز أديها لك صورة روح اليأس. الفشل يعطيك يأساً ويعطيك صغر نفس، وتقول كلمة بقى المشهورة مش هينفع، مفيش فايدة. في العهد القديم أراد موسى النبي أن يتجسس الأرض، يتجسس يعني يشوف الأرض نفع ولا مش نفع، زي واحد راح يشتري أرض وعايز يشوفها. فأرسل 12 واحد يروحوا يتجسسوا الأرض، يشوفوها صالحة للسكنة، فيها مصادر الرعي، فيها مصادر المية، يقدروا يعيشوا فيها. اللي حصل، اللي حصل إنهم رجعوا، الـ12 رجعوا فريقين، رجعوا فريقين، فريق 10 وفريق 2. الفريق اللي من 10، الـ10 قالوا لا 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 لا، دي أرض ما تنفعش، دي مش ممكن نسكن فيها، ده الناس اللي فيها طوال، ده لو مسكونا هيموتونا. وبثوا روح اليأس في بقية الشعب، الشعب ابتدى يخاف. الاثنين اللي باقيين قعدوا يتكلموا ويقولوا في عبارات قوية أن هذه الأرض صالحة ونستطيع أن ندخلها ونستطيع أن نملكها ونستطيع أن نعيش فيها ونستطيع. وقعدوا يقولوا فهذه التعابير كلها بصورة جيدة، بحيث إن بثوا روح الشجاعة وبثوا روح الأمل، وكان حضورهم في هذه الأرض. عايز أقرأ لك بالضبط قالوا إيه. ذهبنا إلى الأرض التي أرسلتنا إليها، وحقاً أنها تفيض لبناً وعسلاً، وهذا ثمرها. جابوا ثمر من الأرض وقعدوا يتكلموا على كيف أن هذه الأرض صالحة. أنا عايزك تاخد بالك، الـ12 شافوا نفس الأرض، 10 نظرتهم سلبية، نظرتهم يأس. أما النظرة المتفائلة فكانت في 2 بس. ولو جينا نقول السدس، ولو جينا نقول ناخدها بالنسبة، هنلاقي 10 من الـ12، 10 على 12 قالوا لأ وأحبطوا الشعب وسببوا اليأس مع أنهم أكثرية. أما الـ2 اللي كان لهم نظرة إيجابية قالوا لأ دي أرض جيدة
وكانت نظرتهم هي الصائبة، وكانت نظرتهم هي الصح، وكانت النتيجة إنهم انتصروا على من يكسر المجاديف. في كده ناس غيتهم يكسروا المقاديف. يكسروا المقاديف يعني إيه؟ أنتوا عارفين واحد يركب مركب وعايز المجداف عشان يجدف عشان يمشي في المية، فتصور لما كسر المجداف ده بقى، طب هنمشي إزاي؟ الهواء، الموج، المية هتلعب بالمركب. هؤلاء أرادوا أن يكسروا المجاديف وسببوا نوعا من الإحباط. الأصعب من كده إنهم حطموا الهمم. ولذلك يا إخوتي الأحباء احذروا هؤلاء على كل المستويات، على كل المستويات، في كل المجتمع. في طائفة أو طوائف من الناس تكسرك، تقولك مفيش فايدة، قولك في كارثة، قولك داخلين مش عارف على إيه، لا يزيع إلا الأخبار السيئة. وكتير من أبنائنا الشباب والشابات اللي بيقعدوا على مواقع السوشيال ميديا بيصدقوا اللي بيتقال، وبيصدقهم ما عندهمش الخبرة الكافية عشان يفرزوا. ولكن أيها الأحباء، هذا مثل من الكتاب المقدس، مثل تاريخي حقيقي، إن لما شافوا الأرض 10 قالوا لأ، واثنين قالوا نعم، واللي قالوا نعم برغم أنهم أقلية إلا أنهم هم اللي فازوا. احذر من يعطيك شحنة يأس أو شحنة تحطيم الهمة، تبقى أنت عايز ويحطمك. أنا مرة حكيت قصة لكن ما فيش مانع أقولها، إن أم كان عندها ابن عمره 12 سنة. تعرفين السن ده سن المراهقة، صوت الولد بقى من الطفولة للشباب، فالصوت بيبقى يعني بيبقى كده يعني مش عادي. فالولد واقف يغني، شيء طبيعي يغني. فقالت له اسكت، ده انت صوتك عامل زي صوت حاجة بتمشي على أربعة كده. كويس؟ تصور بقى لما ماما بتقول لابنها صوتك عامل زي كذا. كانت النتيجة إنها حطمته بكلمة. ولما الولد ابتدى الحكاية دي تكبر في مخه يخاف يتكلم قدام الناس، ده ماما قالت إن صوتي زي صوت كذا. واخدين بالكم؟ كلمة. لغاية ما وصل للجامعة بقى عنده نوع من عدم القدرة في الحديث أمام أحد، مقدرش يقف يتكلم وأصحابه في الكلية بتاعته، هو مهندس، واحتاج العلاج النفسي، دكتور يقعد وياه سنين علشان ينزع منه الكلمة اللي قالتها أم في ذات يوم. احذر أيها الحبيب، وعلى مستوى البلد كلها احذر هؤلاء الذين يحطمون. في برامج تلفزيونية بتحطم الإنسان نهايتها أن الصورة سوداء. ده أول نوع، روح اليأس وصغر النفس والإحباط. طب إيه صورة تانية؟ صورة التخويف، الخوف، بس الخوف. بس الخوف في العهد القديم أيضا هذه القصة. وقف شعبين قصاد بعض، فهيحاربوا بعض إزاي؟ فشعب قال اختاروا واحد منكم، واحد مننا، وادخلوا قدام بعض، وتكون النتيجة إن اللي يغلب يبقى الشعب كله هو الغلب، والتاني يبقى الهزم. القصة قصة داود وجليات. اختاروا جليات، رجل طول بعرض، بأسلحة، بافتخار، بعظمة، بعضلات، بقوة، بكل حاجة.
وبدأ روح التخويف. في واحد يخوف واحد، ده بيخوف شعب. وبقى وظهر روح التخويف ينساب في وسط الشعب، مين اللي هيقدر قدام صاحبنا ده؟ مين هي؟ حتى الملك خاف يدخل. ياه، ده الموضوع خطير. الخوف قد يهزمك. التخويف يكون بمثابة سلاسل في قدميك لا تستطيع أن تتحرك بها. واحد يربطك بسلاسل يقول لك اجري. هي السلاسل لازم تبقى حديد؟ لا، ده السلاسل ممكن تبقى خوف. حتى يقول لك أنا دخلت في الموقف الفلاني وركبي كانت بتخبط في بعضها من الخوف، بنقولها كده في تعبيرنا الشعبي. الخوف، والخوف يعني غياب الشجاعة، والخوف من الإقدام. ويحصل للإنسان حاجة، ربنا يحفظنا جميعا ويحفظ وطننا من شلل الإمكانيات. لأنك ما عندناش إمكانية، ما عندناش حاجة، عندنا نسب بطالة عالية، عندنا فقر مش عارف إيه، ويفضل الإنسان يكرر هذه الأمور. وفي ناس متخصصة علشان تبص روح الخوف في قلوب البشر لغرض بقى في نفس يعقوب كما يقولون. احذر هؤلاء. طب ايه اللي حصل؟ حاجة جميلة قوي اللي حصل، ان هذا الجليات الكبير الذي جاء واخاف كل الموجودين وبقى الجميع خايف من الملك الى اصغر واحد، يطلع ولد صغير اسمه داود راعي غنم. بصوا له كده وقعدوا يضحكوا عليه، ده هيعمل ايه ده راعي الغنم؟ وهي لما معاه سلاح ولا لابس زي ولا له طول ولا عرض ولا حاجه خالص، هتعمل ايه؟ امكانياتك ايه؟ عنده امكانيات مهمه جدا، عنده قلب ممتلئ بالايمان، وهذا القلب الممتلئ بالايمان اقوى من كل اسلحه واقوى من جليات وشعب. ياه، طب والقلب ده عايز اشوفه؟ لا ما تشوفوش، ده قلب جوايا، بس القلب ده عمران بالله، عمران بإيمانه. يقف جليات ويقول له ايه؟ يقف داود قدام جليات يقول له ايه؟ خد بالك من العبارة، أنت تأتي إلي بسيف وبرمح وبترس، اللي هي عدة الحرب، وأنا أأتي إليك باسم رب الجنود. عايزك بقى تحط الحاجتين دول قدام بعض، أنت تأتي إلي بسيف ورمح وترس، سيف، رمح، ترس، حاجات كلها شايفينها بعينينا، وأنا أأتي إليك باسم رب الجنود، رب القوة، رب العظمة، إيماني. إيه ده؟ إيه يا داود؟ وتكون النتيجة تبرياك أسلحة، قال وياي 5 زلطات، وياك إيه كمان؟ قال ويا نبلة. أرجوكم يا إخوتي تخيل الموقف، حاجة الواحد يضحك عليه مش كده؟ يعني يقبلها إزاي؟ ويبتدي يطلع أول زلطة حجارة ملس صغيرة كده ويحطها في النبلة، والتاني بقى ماسك له السيف وبيضحك بيفتخر بعظمته، ولكن ليس معه اسم رب الجنود. يضرب الزلطة تقوم الاتنين سنتي المكشوفين في جبهته تيجي فيه، يقع هذا العملاق وتنتهي حياته وينهزم الشعب. ايه ده؟ مين اخرج هذا الحدث؟ كيف تم؟ كيف تم؟ لانه يوجد انسان شجاع لا يخاف، وشجاعته من إيمانه الحقيقي، وإيمانه يسكن قلبه،
ده جلياط قاعد يعاير الشعب ويعاير اللي فيه ويقول له عليه انت جايب لي كلب يحاربني ولا برغوت يحاربني، هو ده ايه؟ وفكر انه هينفخ فيه كده يضيع. يا احبائي، الصورة التانية من صور الفشل هو روح الخوف والتخويف وغياب الشجاعة والخوف من الأقدام وشلل الإمكانيات. واحد يفتكر اللي في إيده قليل مش هيعمل حاجة، ولكن لو سكن الإيمان قلبك سيصنع العجب، وهتعرف احنا مش عايشين في الدنيا لوحدنا، في إله، إله يقود حياتنا. ده احنا في كل مرة بنصلي بنقول إلهنا ضابط الكل. يعني ايه ضابط الكل دي؟ يعني كل إنسان وكل حركة وكل فكرة في يد الله. مش الدنيا مش متسابة كده. هذه الصورة الثانية من صور الفشل. الصورة الثالثة الكسل. اقعد بقى يحط ايده على خده ويقول ايه؟ اصل ليس في الامكان افضل مما كان. او يحط ايده على خده ويقول هنعمل ايه؟ ما البلد كده وسعر مش عارف ايه عمال يزيد والناس عماله تسافر وافكار واشاعات وحكايات، ويبتدي تقعد ويا واحد ملوش غير الحكايات المحبطه دي. ويتجه الشباب بدل للعمل للكسل، ولا يقبل أي فكر، ولا يعرف أن الأمين في القليل يعطيها الله الكثير. ده أنا لو مسكت عمل وصغير وأمين هيكبر على أدايا ويبقى زي الفل. مرة زمان قريت قصة كنت متأثر بيها قوي. الراجل اللي عمل شركة سوني بتاعت الأجهزة والحاجات دي، شركة عملاقة في العالم، فبيحكي بداياته. بدأ في بير السلم في مساحة متر في مترين، وابتدى يحاول يصلح بعض حاجات، وكان أمين في القليل ده، بقى عملاق المصانع والأجهزة مش في بلده بس اليابان، في كل العالم. هي كده، عندي بذرة هتديني شجرة، ما عنديش البذرة مفيش الشجرة مفيش الثمرة. مفاهيم منطقية. ولذلك أدعو الشباب إلى كل عمل مهما كان صغيرا، كن أمين هتكبر. مرة كنت قاعد ويا رجل أعمال أقدره وبسأله بقول له يعني العمل الكبير اللي عند حضرتك ده يعني حاجة تفرح. قال لي أحكي لك، وأنا طالب في الكلية بتاعتي بعتوني علشان أتدرب في مصنع، هو مصري وبعتوه يتدرب في مصنع من مصانع ألمانيا. وأنا داخل المصنع انبهرت بالمصنع، أنا داخل طالب عشان أتدرب. فبيقول وأنا بحط أول قدم جوه المصنع قلت لنفسي سوف أجتهد إلى أن أصير مالكا لهذا المصنع. مالكا تملك المصنع؟ ده انت لسه متأسف كلمة حتى الطالب في ثالثة جامعة. قال لا، حطيت هدف قدامي وقد صار، وصار مالكا لهذا المصنع، والمصنع جاب اثنين وجاب ثلاثة وجاب أربعة. دي قصص نجاح، بس خد بالك دي خدت عشرات السنين. والإنسان لما بيستخدم وقته كده يشعر بحلاوة النجاح خالص. ماذا في قصتنا في روح الكسل؟ كان نحمية واحد من المسبيين الأسرى، هو من منطقة اليهودية وبقى مأسور في مناطق قديما في مملكة بابل وأشور في هذا التاريخ اللي هي شمال العراق وإيران دلوقتي. ولأنه أسير هيشتغل إيه يعني؟ اشتغل سقى ملك، يعني جيب صينية المشروبات يقدمها للملك. ففي يوم هو شايل الصينية وداخل للملك، فالملك رفع له كده نظره فقال له مالك مكمد الوجه؟ الملك بيكلم واحد سقى عنده،
مكمد يعني ايه؟ يعني مالك متضايق في ايه؟ والملك يسأله ليه يعني؟ ده واحد شغال عنده. لكن هذا ما حدث. فقال له، بس قبل ما يجاوب يقول نحاميا، يقول في قلبه: رفعت قلبي في صلاة سريعة أمام الله فاستلهم القوة. نحاميا عملت إيه؟ قال رحت رادد رد، قلت له الحقيقة عندي أخبار وحشة عن بلدي. بلدك دي إيه؟ قال له أورشليم. قال له فيها إيه أورشليم؟ ما هو ملك ما يعرفش. قال له أورشليم وصلتني أخبار أن أسوارها مهدومة وأبوابها محروقة بالنار. أنتوا عارفين زمان كانوا يبنوا حوالين المدن سور ويعملوا في السور أبواب بوابات، زي ما كنا بنقول عندنا في مصر، في مصر باب الحديد، حاجات زي باب زويلة، الحاجات اللي زي كده. وبعدين يا نحميا قال أنا قلت الخبر الوحش اللي عندي بس قلبي بيكني، دي بلدي. وبعدين يا نحميا لقيت الملك الوثني بيقول لي طب ما قول لي البلد دي فين وابعت لك جوابات وتروح وتبنيها. فالراجل يعني فرح قوي، وفعلا ابتدى يجمع شوية ناس وياه وابتدى يروح لغاية أورشليم عشان يبنيها. ولكن لا تأتي الرياح بما تشتهي السفن. ابتدى نحميا والناس اللي متشجعين ورايحين يشتغلوا عشان يبنوا سور ويعملوا الأبواب، طلعوا لهم ثلاثة يعطلوهم ويكسلوهم ويعملوا نوع من الفساد وإشاعة المذمة. انتوا هتقدروا تبنوا السور؟ تحلتكم ايه؟ بقى سور مدينة عظيمة أورشليم، هتقدروا تبنوها؟ تبنيها ازاي يعني؟ ايه امكانياتكم؟ ايه اللي عندكم؟ ايه الخبرات اللي وياكم؟ وبعدين اصابوهم بروح الكسل. وفي واحد يقول لك كده، مرة طالب حكى لي حكاية زمان، كان وياهم طالب في المدرسة يحب يخلي زمايله يسقطوا، في يوم يجيب لهم مسألة رياضة ويغير الأرقام اللي فيها يقول لهم خدوا حلوها، في عيني لما أصحابه ياخدوا المسألة عشان يحلوها ما تتحلش، يوم يجي لهم إيه؟ كسل، ما احناش نافعين السنة دي. وفي واحد كده، في واحد يخليك تشتغلش خالص، كسلان. هتعمل ايه يعني لما تدرس؟ هتعمل ايه لما توصل للمرحلة دي؟ هتعمل ايه يعني اللي سبقوك عملوا ايه؟ ويفضلوا بهذه الصورة بس روح الكسل. احد ضعفات مجتمعنا ان في اشغال كتيرة بس الناس مش عايزة تشتغل. اشتغل بحاجة بسيطة. مرة جالي شاب وشابة كده مخطوبين أو متجوزين شباب، قالوا لي ده احنا ابتدينا مشروع حلو. قلت له مشروع ايه؟ قال لي جبنا موتوسيكل شوية صغير وعملنا فيه كده، عملناه بطريقة رقيقة وابتدينا نعمل فيه نوع من السندوتشات، وخدنا إذن برقة بالغة وأنا وخطيبتي ثم مراتي، وابتدينا نروح في أماكن الجامعة وشغالين وحلوين وبيشجعونا والمحافظ بيشجعنا وبتاع المجالس المحلية بيشجعونا. روح التشجيع، التشجيع أحد الوسائل التي ممكن أن تخدم مجتمعنا جدا. وأنا بتكلم عن المجتمع بصفة عامة، مجتمع الكنيسة، مجتمعنا اللي عايشين فيه، بلادنا، كل مدينة. عمل التشجيع أنه يوجد أمل. طيب راح نحميا والناس بتكسر فيه ومش هتنفعوا وما ينفعش أنكم تشتغلوا، اقعدوا اقعدوا. نحميا عمل فكرة جميلة قوي، قال يا جماعة كل واحد يروح بيته المحروق. وبعدين قالوا كل واحد يبني حتة السور اللي قدام بيته الاثنين ثلاثة متر. كانت المعجزة أنهم أنجزوا هذا السور في 52 يوم وتم بناء. وقال عبارة جميلة قوي معظمكم حافظها،
عايز أقراها من الإنجيل زي ما هي يعني. إله السماء يعطينا النجاح ونحن عبيده نقوم ونبني، مش نقعد ونكسل. إله السماء يعطينا النجاح، خد بالك بقى من فكرة الإيمان بالله. إله السماء يعطينا النجاح مش الفشل. الله لم يعطينا روح الفشل بل روح القوة والمحبة والنصح. الله لم يعطينا روح الفشل وتكون النتيجة نقوم ونبني وتبنى السور وفي 52 يوم خلص. تصوروا بقى لو كانوا كده كسلوا وبطلوا وما اشتغلوش كان ايه اللي يحصل؟ ما يحققوش حاجة. و52 ايه 52 يوم؟ ده اقل من شهرين. حكاية بسرعة كده. قال كن امين في القليل سيمنحك الله الكثير. ربنا مش سايب الدنيا كده خالص. حط الحكاية دي قدامك باستمرار. الفشل قد يكون روح اليأس، وروح الفشل قد تكون روح الخوف أو روح الكسل. احذر من هذه الأفات الثلاثة، اليأس والخوف أو التخويف على الأدق والكسل. واحذر من الناس اللي دايماً تقول كده، وفي كل الإعلام في كل الميديا يوجد البعض يقول الحكاية ده هي. انتبه. الآية اللي بتكلم وياكم فيها في سفر في رسالة تيموثاوس بيعلق عليها القديس يوحنا ذهبي الفم بعبارة جميلة ويقول الله لا يعطينا عندما نتكاسل، الله يعطينا عندما لا نستطيع. هقولها تاني. الله لا يعطينا عندما نتكاسل. واحد كسلان ده ربنا يديله ايه؟ يديله ايه يعني؟ واحد قاعد جنب الأرض وكسلان، واحد ماسك سنارة الصيد وكسلان، هيجيله إيه ده؟ الله يعطينا بس بشرط عندما لا نستطيع. أنا مش قادر على الحكاية دي يا رب، يقول هديها لك، هساعدك بيها، هقويك، أنت عملت اللي عليك. انتبه واحترس ولا تضعف قلوبكم، وما تكونش بعض الضيقات أو المشكلات أو المتاعب اللي ممكن تقابل الإنسان توقع الإنسان في اليأس أو في الإحباط أو في الخوف أو في الكسل. الله لم يعطينا روح الفشل. ليه؟ ما عطيناش روح الفشل. الكلمة يجب أن نلغيها من قاموسنا. روح الفشل لأنك أنت أيها الإنسان، وأنا بتكلم إحنا هنا في مصر، لديك تاريخ قوي. أنت عندك تاريخ، أوعى تفتكر التاريخ ده أي كلام، ده التاريخ ده الجذور بتاعتنا. التاريخ يعني الخبرة، يعني الحياة، عندك إرث وميراث. والله لم يعطينا روح الفشل لأن المصري عبر تاريخه من فراعنة وانجي عليها الوقت المسيحي ثم الوقت الإسلامي وكل ده اندمج ويا بعضه في حضارة في موقع، كل ده صنع من المصري إنسانا قويا، وقويا يعني له إمكانيات عظيمة. وعبر التاريخ اقرأ في التاريخ وانت تعرف. الحاجة الثالثة، لنا تاريخ قوي وأنت إنسان قوي، أما الأهم منهم فعندنا إيمان قوي. الله الحاضر، الله العامل، الله الفاعل. الآية بتقول الله لم يعطينا روح الفشل. ما أعطانا إيه؟ قال لأ، أعطاك ثلاث حاجات. أعطاك روح القوة والمحبة والنصح. تعال أشرحهم لك كده في دقائق نهائية. أعطانا روح القوة يعني روح الشجاعة والكفاءة، روح الإقدام، وخبرات التاريخ بتقول لنا كده.
كتير في التاريخ المصري انتصارات لا تنتهي، انتصارات حديثة وانتصارات قديمة. روح القوة، شجاعة، اوعى تخلي حد يهزم قلبك، اوعى تخلي حد يسكن الخوف جواك. في إله أعطانا روح القوة، أعطانا كمان روح المحبة. وكلمة المحبة دايما نقول المحبة لا تسقط أبدا، الله محبة، من الآيات اللي أنتوا حافظينها. فأعطانا روح المحبة، كل ما أقيم على أرضية المحبة لا يمكن أن يسقط أبدا. ليه؟ لأن الله محبة. لما تقف على أرض ملهاش أساسات، أبسط حاجة توقعها. لما تقف على أرض أساسها هو الله، لا يمكن أن تسقط أبدا. أعطانا روح المحبة. ولذلك يا إخوتي، عندما نحب بعضنا بعضا على كل مستوى، على البيت الواحد، العمارة، الشارع، المدينة، الوطن، كل أفراده، كل المجتمع، هذه المحبة قوة. إن غابت المحبة ظهر الضعف. ولذلك المحبة مش مجرد علاقات اجتماعية، لا، ده المحبة هي نوع أو صورة من صور القوة الناعمة. قوة السلاح بتشوفها بإيدك بعينيك، لكن دي قوة بتعيشها، قوة المحبة. الله لم يعطينا روح الفشل بل روح القوة والمحبة. ونمرة ثلاثة، النصح. كلمة النصح يعني الفطنة أو الحكمة، يعني الإنسان الأمين. ما اللي عايش ويا ربنا ده لازم يكون إنسان أمين، يكون حكيم في الكلمة اللي بيقولها، في العبارة اللي بينطق بيها، في الموقف اللي بيتصرف فيه، في البيت اللي عايش في وسطيه، في المجتمع اللي بيعمل فيه، في الكنيسة اللي بيخدم فيها. أعطانا روح النصح، روح التعقل، روح الفطنة. يقول لك فلان ده كلامه يتحط على الجرح يطيب، وفلان تاني كلامه يبقى زي الدبش يتعب ويسبب مشكلات في أي مجتمع، إن شاء الله يكون مجتمع ما بين اتنين. روح النصح يعني روح الخطوة الصحيحة، إنك وانت بتخطو ماشي في خطوات صحيحة. الله لم يعطينا روح الفشل، احفظ الآية دي ويايا. الله لم يعطينا روح الفشل بل روح القوة والمحبة والنصح. احذر أي صورة من صور الفشل، واعرف أن الله الذي لم يعطينا روح الفشل هو أعطانا روح القوة، روح القوة والمحبة والنصح. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد.